بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الغر الميامين رضوان الله عليهم أجمعين. قبل قليل كنت أقرأ شيئا عن حياة الإمام النووي رحمه الله، وهو صاحب كتاب رياض الصالحين وصاحب كتاب الأذكار، الذي كان أهل الشام يقولون عن هذا الكتاب: لمن لا يستطيع أن يشتريه كانوا يقولون: بع الدار واشتري الأذكار. وكتاب رياض الصالحين انتشر في كل أصقاع الدنيا، في كل العالم الإسلامي كتب الإمام النووي سبحان الله، مع أنه كان قد توفي وفي سن مبكرة، يعني توفي وعمره 46 عاما، وانتشر علمه. أنا أقول أن في ذلك سر بينه وبين الله، وإلا لما انتقل علمه بهذا الشكل إلى كل طلاب العلم وإلى كل أصقاع العالم الإسلامي. وين ما رحت، بأي بلد تدخل لبيت أحد المسلمين تجد تسأله عن كتاب رياض الصالحين، بالله موجود عندي سبحان الله. أو الأربعين النووية. كنت أقرأ الآن هيك شيء عن حياته وعن عبادته وتزكيته لنفسه. يروي أحد تلامذته أنه دخل يوما على المسجد الأموي ليلا، فوجد في زاوية من زواياه رجلا يقوم الليل. قال اقترب، طبعا الجو مظلم ما في ضوء، اقترب منه فسمعه يقرأ ويردد ويكرر مع البكاء والالتجاء: وقفوهم إنهم مسؤولون. الله أكبر. وقفوهم إنهم مسؤولون. كل واحد من بيننا سيسأل: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم فيه عن أصحاب البطون الذين يأكلون ويشربون ويملؤون بطونهم من غير أن يفكروا بالآخرين، من غير أن يفكروا بالفقراء والمساكين والمحتاجين والمنكوبين والمشردين. يقول الحديث النبوي الشريف: ولتسألن عن شبع البطون. هل شبعت؟ إذا كنت قد شبعت ستسأل يوم القيامة عن هذا الشبع. إذا أعطاك الله سبحانه وتعالى نعمة من النعم ستسأل عنها يوم القيامة: هل وجهتها في الخير أم وجهتها في الشر؟ ها هي ليلة القدر،
وها هي الفيوضات الإلهية الكبيرة في هذه الليلة وفي العشر الأواخر وفي الأيام المتبقية من شهر رمضان. شهر رمضان الآن يلملم أغراضه وأشياءه ويريد أن يرحل ويريد أن يودعنا ويريد أن يطير بجناحيه حاملاً معه ما تزود به الصائمون من صلاة وصيام وزكاة وأذكار وقراءة للقرآن. سيشفع يوم القيامة الصيام والقرآن يوم القيامة مع حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان يوم القيامة للعبد. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشراب والشهوات فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. طوبى لعبد اغتنم الأداء وأحسن فيه الانتهاء. رمضان يودع أحبابه وبدأت ساعات الوداع. أيا شهر الصيام فدتك نفسي، أيا شهر الصيام فدتك نفسي، تمهل بالرحيل والانتقال، فما أدري إذا ما الحول ولى، فما أدري إذا ما الحول ولى، وعدت لقابل في خير حالي، أتلقاني مع الأحياء حيا أو أنك تلقني في اللحد بالي. هل سيأتي علينا رمضان القادم ونحن على سطح الأرض أحياء، أم نكون تحت الأرض أموات؟ وإذا متنا، هل وضعنا بصمة في هذه الحياة؟ يعني هل قدمنا خيرا؟ هل بذلنا؟ هل ضحينا؟ هذا الشيء الذي سيبقى لنا مدخر لحياتنا وبعد مماتنا. لذلك إذا جاء رمضان القادم وكنت حيا، هل ستكون مريضا أم سليما؟ هل تستطيع الصيام أم لا تستطيع؟ هل تكون عاجزا أم ماذا؟ رمضان كل أيامه مجيدة، كل أيامه أعطيات وكرامات وهدايا ربانية للعباد من أوله إلى نهايته. وكلما اقترب من نهايته ازداد عطاء وكرما وفضلا من الله سبحانه وتعالى. هل رأيتم سباق المسافات الطويلة؟ سباق المسافات الطويلة يلي بيسموه سباق الماراثون، هذا السباق ربما أكثركم يعرف عنه الكثير. العداؤون المتسابقون يبدأون في بداية السباق بخطوات رتيبة، يعني بخطوات هادئة،
في بداية السباق وفي منتصف السباق، وما إن يقترب السباق من نهايته حتى تزداد السرعات وتشتد العضلات وترتفع الهمم وتسابق الأرجل الريح، وخطوة واحدة في نهاية السباق كفيلة بأن تكون سبباً في الفوز والنجاح. خطوة واحدة في نهاية السباق تعدل خطوات في بداية السباق أو في منتصف السباق. لحظة واحدة في نهاية السباق تعدل لحظات في بداية السباق وفي منتصفه. ذاك هو شهر رمضان. شهر رمضان شهر السباق وشهر التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهو كلما اقتربنا من نهايته ازداد الله عطاء لنا وكرما وعزا. بدك تكون معزوز في الدنيا والآخرة، اكتسب واغتنم هذه الأيام وهذه الساعات المتبقية من شهر رمضان المبارك. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في كل رمضان، وكان في العشر الأواخر أشد اجتهادا. كان إذا شاء جاء العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، الله أكبر، وأحيا ليله. الخاسر في هذه الأيام وفي هذه الليلة المباركة، الخاسر هو من يبدأ رمضان بخطوات رتيبة ثم بعد ذلك تبقى هذه الخطوات رتيبة وهادئة وبدون اجتهاد وبدون يعني زيادة همة. والخاسر أكثر من يبدأ بهمة عالية ثم تبرد منه الهمة ويفتر منه النشاط في أيام العطاء من العشر الأواخر من رمضان، وهذا نشاهده. لاحظ نحن في بداية رمضان كثافة كبيرة جدا من الناس في المساجد على صلاة الفجر على صلاة التراويح، وبدل ما يصلوا 8 بيصلوا 20، لكن يقترب رمضان من نهايته بتلاقي خفة الهمة، برد النشاط. مع أنه في هذا العشر إذا ضحيت وبذلت وتعبت ستلقى عطاء وكرما وعزا ورفعة. الله سبحانه وتعالى خص هذا الزمن لزيادة العطاء لنا. لذلك في مثل هذه الليلة المباركة، لسه في عنا كمان ليلة 29 كمان، يمكن أن تكون كل ليلة من هذه الليالي المتبقية من شهر رمضان يمكن أن تكون ليلة القدر. لذلك تحروها، تحروها في كل لحظة من هذه اللحظات وفي كل ساعة من هذه الساعات. الملائكة تتنزل في كل ليلة من هذه الليالي يسلمون على كل قائم وقائمة ومصل وذاكر وقارئ للقرآن، ويصافحونهم ويؤمنون على دعائهم. يعني أنت بتدعي بتقول يا رب، فبتجيك الإجابة والملائكة تؤمن على هذا الدعاء، آمين. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، لاحظ ما قال ربنا سبحانه وتعالى إذا سألك عبادي عني فقل لهم إني قريب، ما قال هيك.
قال مباشرة فإني قريب، ما في، لا تخاف، الأبواب مفتحة، لكن بشرط، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الملائكة تتنزل في الثلث الأخير من الليل، يسلمون على كل قائم وقائمة ومصل وذاكر وقارئ للقرآن وداع، ويصافحونهم ويؤمنون على دعائهم حتى طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر قال جبريل للملائكة: الرحيل الرحيل. تقول الملائكة لسيدنا جبريل عليه السلام: يا جبريل، ما صنع الله بحوائج المؤمنين؟ كل واحد له حاجة، كل يوم اليوم كل واحد في هذه الليلة طلب حاجة. واحد قال: يا رب أسألك أولادي، يا رب اجعلهم بررة، يا رب أغنهم من فضلك، أصلح دينهم ودنياهم. في واحد في عنده مشكلة في بيته، قال له: يا رب منزلي. في واحد قال مشكلة بينه وبين زوجته، يا رب زوجتي. في واحد جسمه مريض عم يعاني آلام، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه. هذول الثلاثة: فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. نيالك يعني، نيالك ويا سعادتك. ما صنع الله يا جبريل بحوائج المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نظر الله إليهم فعفى عنهم وغفر لهم إلا أربعة. قيل: من هم يا جبريل؟ فقال: رجل مدمن خمر عاصر، وعاق لوالديه. العاق لا يرى طعم السعادة أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، يستحيل أن يسعد العاق. لكن والشقي، العاق شقي، لكن البار، ليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار. الله أكبر. البار سيكون سعيدا والعاق سيكون شقيا. وعاق لوالديه، قال: وقاطع رحم. يا لطيف، هذا القاطع الرحم، الرحم متعلقة بالعرش. تقول: من وصلني وصله الله، اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. حتى قال واحد معادي هيك، أهله وأقاربه وإخواته، يا لطيف، وفي شهر رمضان وفي الليالي الفاضلة ونحن مقبلون على العيد ولساتك أنت قاطع رحم، صل هذا الرحم. لا يحل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، هذا بدير ظهره على الثاني، ذاك بدير ظهره كمان، حاول تصالحهم بتلاقي كل هن اثنين عم لا أنا ما بدي، ما بصالحه. يا لطيف، طول بالك، هدئ، روّع شوي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والذي يبدأ بالسلام في رواية: والذي يبدأ بالسلام يسبق إلى الجنة. ما بدك تسبق إلى الجنة؟ ما بدك تكون إنسان خير، إنسان فاضل؟ يحبك النبي عليه الصلاة والسلام، وتحب أنت النبي عليه الصلاة والسلام. زكي نفسك، هذه الأيام هي أيام التزكية.
أيام تطهير النفس من أدرانها ومن خبائثها ومن أخطائها بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عبد الله بن عمر رضي الله عنه رأى رؤيا، الرؤيا رأى أنه اثنين في المنام أخذاه حملوه وتوجهوا به إلى النار، فارتعدت فرائصه. في اليوم التالي حدث بهذه الرؤيا أخته حفصة رضي الله عنها، فحدثت به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سألت النبي: يا رسول الله شو الرؤيا اللي شافها؟ والله شغلة بتخوف. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فيكثر، لو كان يقوم من الليل فيكثر. قال: عندما سمع عبد الله بن عمر هذا الكلام وهذه العبارة من النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك بعدها قيام الليل. كان يستيقظ في الليل 4 مرات، ينام شوي ويستيقظ، يصلي ركعتين ورد يرجع ينام، رد فيه يصلي ركعتين ويتوجه فيهما إلى الله سبحانه وتعالى. تزكية النفوس في هذه الأيام المباركات هي التي تصفي نفوسنا، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا بنفسه كيف نطهر هذه النفس. قد أفلح من زكاها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الكرام ويعلم آل بيته تزكية النفس بنفسه بعمله. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، شو كمان؟ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويزكيهم، يعلمهم بنفسه كيف؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتورم قدمه. تقول له السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله لما كل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ نيالك إذا كنت عبدا حقيقيا، يعني عبد بحقيقة العبودية، تشعر بالعبودية الحقة لله تبارك وتعالى، فتجد العطاء وتجد الكرم. ولذلك يروى أن سيدنا عمر ابن الخطاب قيل له أن فلانا من الناس يغني، ذكروا له عن شخص يغني، فلان عم يغني يا أمير المؤمنين. قال له: عم يغني؟ شيء عجيب. طيب تعالوا بنا لنذهب ولنستمع إلى غنائه، لنشوف شو هذا الغناء، شو عم يعمل، شو عم يساوي. بده يتحقق الإنسان، ما هيك؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب إذا جاءكم واحد صاحب ثقة كمان بدنا نتبين. تعالوا بنا لنذهب ولنستمع إلى غنائه. فذهبوا فسمعه يقول أبياتا فيها التجاء إلى الله سبحانه وتعالى ومخاطبة لله عز وجل، فيها تزكية نفس. من ضمن هذه الأبيات كان هذا البيت: نفسي لا كنت ولا كان الهوى، اتق الله وخافي وارهبي. نفسي لا كنت ولا كان الهوى، اتق الله وخافي وارهبي. فبكى سيدنا عمر
كلمات رائعة جدا عم يخاطب فيها رب العزة سبحانه وتعالى، عم يشكي هذه النفس الأمارة بسوء. فقال رضي الله عنه: من كان منكم مغنيا فليغني هكذا. التجأ إلى الله سبحانه وتعالى وقل له: يا رب، لن يخيبك الله أبدا إذا كنت صادقا ومخلصا في دعائك. لذلك نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذه الليلة المباركة، وأن يتقبل منا الدعاء والصيام والأذكار. أختم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: رغم أنف عبد يعني وقع في الذل والهوان. هي معنى رغم أنف، يعني تمرغ أنفه في التراب. رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليه. قولوا: اللهم صل على سيدنا نبينا محمد. كلما ازدادت صلاتكم على النبي عليه الصلاة والسلام كلما ازداد عطاؤكم. هذا الصحابي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ أأجعل لك الربع؟ صلي يعني عليك يا رسول الله الربع، ربع وقتي. فقال له: نعم، وإن زدت فهو خير لك. قال له: أأجعل لك يا رسول الله من صلاة النصف؟ قال: نعم، وإن زدت فهو خير لك. قال: إذن يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، يعني كل وقتي سأصلي عليك يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وقتها: إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. الله أكبر. رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليه. والثانية: رغم أنف عبد أدرك رمضان ثم انسلخ عنه فلم يغفر له. يا لطيف، هذا الإنسان عجيب، رمضان كاملا وما زال في المعاصي وما زال في البعد عن الله سبحانه وتعالى. رغم أنفه، ورغم أنفه التالتة، ورغم أنف عبد أدرك والديه كلاهما أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة. الله يجعلنا بررة يا أخواننا، الله يتقبل عملنا، الله يتسلم منا رمضان متقبلا. اللهم يا رب سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. وعنا فيما تبقى فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة بسلام آمنين آمنين. يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم يا رب نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا رب نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. نسألك قلوبا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وتطمع بعطائك وترضى بقضائك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا مشردا عن أهله وأولاده وبيته إلا رددته إلى أهله وبيته وإخوانه يا رب العالمين. ولا ميتا إلا رحمته، ولا جاهلا إلا علمته. اللهم علمنا علما ينفعنا، وعملا يرفعنا، سجد لك سوادنا، وآمن بك فؤادنا. اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا يرفعنا يا رب العالمين، ووفقنا لما تحبه وترضاه من القول والعمل والسنة والهدى، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا لا إله إلا الله، 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 سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله آمنين مطمئنين مستبشرين بالجنة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أخوانا لحم نذكر الله 10 دقائق أو 15 دقيقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى العشاء في جماعة وصلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل إلى طلوع الشمس كتب الله له ثواب حجة وعمرة مقبولتين مقبولتين مقبولتين. فمن كان عنده المقدرة فلنجلس، بس يطفون الكهرباء حتى ما نلتهي بالكهرباء ونلتهي بالمروحة ونلتهي بالأغراض، نتفرغ لذكر الله تبارك وتعالى. نغمض عيوننا أخواننا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.